لا يمكن أن نخرج من السياسة وناقش النوافل وناقش الفقه الإسلامي وناقش الفقه ونجتهد، لأن النقاش السياسي سهل، يعتمد على الخطاب، يعتمد على اللغة، لا يعتمد على التحليل وعلى المناهج. المهم أن تتقن الكلمات وتستعملها وبعض الحركات البهلوانية حتى تستطيع أن تمرر وتصبح أنت المدافع الأول والثاني عن الإسلام وعن الحقيقة، كأن الحقيقة يملكها شخص واحد في هذا البلد. وتكلمنا كثيرا مع الإخوان، أنا مقتنع بأنه المجتمع المغربي فيه محافظين وفيه حداثيين، ويجب أن يمثل في القرار السياسي سواء الحكومي أو غير الحكومي محافظين وحداثيين، على الأقل أن يكون هناك نقاش جدي وموضوعي. لهذا حينما طلب مني أن أهيئ موضوعا فكرت في هذا الموضوع، ألقيته لأن أريد أن يكون النقاش فقهيا، أريد أن أستمع للفكر الآخر المحافظ بمنطق الفقه، وأريد أن أستمع لحداثيين منطق الفقه والتاريخ والثقافة إلى آخره. مثلا في خطاب جلالة الملك، أنا لا أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله، هذه الجملة هي التي تستعمل ضدي في كل مكان، أي لها معنى واحد، تستعمل فقط لمواجهة أي نقاش علمي. كان الخطاب كله هذه الكلمة فيها تعبير عن المحافظة أو تعبير عن شيء آخر، في حين قاموا بتعامل بها بانتقائية كبيرة. لو قرأوا الجمل التي بعدها لما استطاعوا أن يستعملونها، لأنه تحدث عن الحديث والنقاش والجهاد المنفتح وحقوق المرأة والمساواة بعد هذه الجملة لا يتطرقون إليها، لا السويبي أن تحرم الحرام أن تحرم حلالا، وبقوا في الجملة وقفوا. الفكر كله والنقاش كله لكي المجتمع هو مقدم على وضع قانون اسمه القانون الجنائي، لأن جميع القوانين هي قوانين الحكومة، ديرها الحكومة تجي حكومة أخرى تبدلها، إلا القانون الجنائي هو قانون دولة. القانون الجنائي يوقف الناس ويعتقل الناس ويقوم بمصادرة أملاك الناس، ويحرم المواطن من أبنائه ويحرمه من عائلته ومنزله، هي نجي من ديال الفصل. وقع نقاش حول القيادة الزوجية والتهيؤات في كثير من الأشياء. سأضع هذا الموضوع، سأقول رؤي وجهة نظري. الشيء كان جب الصحف هيك. لماذا أريد أن أغير مسطرة حالة التلبس في الخيانة الزوجية؟ لأن حينما نجد امرأة ورجل في خيانة زوجية إلى لقيناهم وبغي ندير لهم متابعة ندير لهم متابعة، ولكن لاش هذيك الهاي الله وتشويها وكل شيء، وعندها ولادها في المدرسة وعنده ولاده في المدرسة، والولاد اش دارهم ساكن؟ اللي غادي تمشي غدا المدرسة تقول لي أمك لقاوها وباك لقاوها. كتعرف علاش الأطفال انتحروا؟ ما تكلم عليهم حد بهذا السبب. عزيز باها هي وامها هي وخوتها وكل شيء، وخوته هو وباه هو ومو هو وكل شيء، العائلة كتمشي ضحية أنه احنا ما درناش الإجراءات وفقا للقانون، مشينا دخلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أربعة شهود، حنا كيجي واحد الانسبكتور دو بوليس ويدير لك ما حضرت تبدا لك الواقع. أربعة قال لك وإذا جاء ثلاثة ولم يأتي رابعهم جلد الثلاثة ومنعت شهادتهم ما داموا أحياء. حنا كيجي الانسبكتور دو بوليس ويجي يقول لك أسيدي لك واحد المحضرت وقعوا دز لهاد الجي. وصلوا للقبلة قال لك أنت يا خيانة زوجية، معناها إلا سلمتي على شي مرة بلوجة يجي يقول خيانة زوجية. داروا المراسلات من الواتساب تصيفط شي صور على كلنا عقدوا هذه الامور. انا ما فهمتش علاش عقدوها. عندك مشكل حل المشكل مع هذوك الناس المعنيين، ما تحلش المشكل على ظهر ناس ما عندهم علاقه بسكن العائله والاقارب والابناء والاطفال. واطفال صغار في المدارس تيدخلوا في صباح المدرسه تيبقاو تابعين لهم الدراري الصغار. كاينه جات عندي شي ام تورطت في هذا الشيء ما قدرتش تمشي للخدمه، ولادها ما تيدخلوش للمدرسه وما دار بهذوك الدراري. تنقول لهم حتى تعتقلوا، تعتقلوهم اعتقلوهم غير بيه، اعتقلوهم غير بيه استتروا اعتقلوها ديروا المتابعه وديروا. لا قال لك وبما الخيانه الزوجيه، قلنا لهم اللي بغينا الا بغى يتزوج واحد جوج نجيب واحد جوج مساعدين اجتماعيين نشرحوا لكل وحده شنو هي الحقوق والحريات، وكل واحد الحقوق والحريات. كاين واحد النص في القانون ولا شي امراه مغربيه دارته بما في الزوجه ديالي، وهي طبيعة الأملاك الجماعية بين الزوجين. خاص جا واحد الاجتهاد القضائي ما عرفت منين جابوه لينا ثاني، الاجتهاد القضائي هذا غير كاين
دون واحد الاجتهاد قضائي تيقول لك فيه الا ما درتوش النهار الاول في العقد ما عندكش حق طلب به بعد الطلاق. علاش اخويا؟ شكون اللي قالها لك؟ علاش ما تقلب تقلب القضيه على الرجل وتقول لا ما دام تزوجوا كاين هذا المعطى في القانون ولا يعذر احد بجليل القانون خصنا نطبقوها. هما قلبوها علينا. عاش بالرجل والنساء مشاكل مشاو ضحيه. راه ماشي كندافع على النساء كندافع على الحق وحقيقه. قلنا مزيان اش ندير واحد القضيه غادي نعيطوا لواحد المساعده بغيتي تزوجي هي مزيان ها كتسمع واحد المساعده الجماعي تقول لها قبل ما ديري العقد حقوقك كلها. جا واحد من هذوك التيار الاخر للبرلمان وقال لي هكا في وجهي قال لي واش بصح بغيتي دير مساعده مساعدين ومساعده اجتماعيه باش دير لهم دروس في العلاقه الجنسيه. وتصور هذا السؤال كيطلق عليا شنو هو الجواب اللي يمكن يكون مني؟ كان يمكن يجاوب يقول لا سيدي ماشي داك الشيء وعلاش غنقولها له؟ قلت له علاش لا؟ سالينا نخرجوا لها نيت قود بغيت نخرجوا للعيب نديروه نيت هادشي راه كاين بغيت نفيق واحد الصباح ما نسمعش القانون الجنائي كاين في المغرب كاع كتعرف شنو هو القانون الجنائي؟ القانون الجنائي وصك تدخل لواحد المعزل لواحد السجن سوسور وتسد عليك وتكتب لان غير كتبدا تكتب عندها كتمس المصالح وكيبدا الغوات عندها كتمس المصالح الفئويه وتيبداو وتزيد هنا دير هذه فعل هذه وكتبقى غير ولا تكلمت يقول لك لا استقلاليه السلطه القضائيه ما عندك الحق تكلم علاش؟ لانه استقلاليه السلطه القضائيه وانا عندي شي سلطه على القضاة نقول لي بغيت هذا الشيء هاني قادر زعما كيسمعوا لي القضاة ما عندي سلطه والو لذلك الا بغاو يزيدوا بالبلاد القدام نخرجوا من النقاش السياسي ونجيو النقاش الفقهي ونتعاونوا ونتذاكروا ونفكروا شنو هي غادي نديروا هذه الحلول زعما كي الا خرج واحد مع وحده راه الاقتصاد الوطني غادي يهبط ب 10% ولا بغى يطلع ب 10% شكون يدعي فيك سنه 39 بغيت نقول لهذاك اللي صفق قال الحدود وصفق راه ما كتكلم على حدود الله راه كتكلم ما تقرب ليا ما نقرب ليك يعني باش ما يوقع خطا انا كنعرف طريقه تفكيره قريت واحد الكتاب اخيرا سميتو القانون الجنائي في الفكر الاسلامي ومشى عند المعتزله كان نموذج كيشوف عند المعتزله القانون الجنائي المعتزله وتيخرج بواحد الخلاصه جميله تيقول لك راه الحريه هو اساس الدين الاسلامي وتيمشي لفين تيقول لك اينما نص القران او الحديث عن العدل فمفهومها الحريه النتيجه اللي خرجوا لها الفقهاء ديال المعتزله قال لك راه غير فين ما قالوا العدل راه هي كيقصد بها الحريه لذلك الخلاف اللي عندنا شنو هو؟ راه ماشي عندنا في الجريمه في حد ذاتها، عندنا غير في الاثبات ديالها. غير في الاثبات ديالها، واش غادي نجي ندير الكاميرا للناس نشوف واش كيديروا في بيوتهم ونجي في العشيه نحل الكاميرا هذاك وزيد العدل عيط النيابه العامه كاع اعتقلوا هذاك راه كانت عنده شي وحده اعتقلوا هذاك ونبدا نعيط. اللي دخل دارو سد عليه دخل دارو سد عليه. ما عنديش حق نجسس عليه ولا تتجسسوا. ما عندي الحق نتبعوا في حياته، حياته هذيك. وعندنا نقاش كبير في هذه الامور انا كنت صحاب راه عندنا واحد النقاش كبير منها نقاش على القانون الجنائي دابا كنستمعوا في التليفون الا كان شي مجرم كنستمع في التليفون دابا غادي نوصلوا للكاميرات ايوا واش نقبل بانه الكاميرات نديروا في الديور الراجل جالس مع مراته ومع ولادو نديروا لهم كاميرات جلسوا عليهم الكاميرات اش منا حقوق هذه وهذه معارك معارك كناخذها من بعد غادي نديروا القانون الجنائي غادي تجي جهات اخرى غادي تعطي رايها وجهات اخرى تعطي رايها وجهات اخرى تعطي رايها وانا غادي نحماق بين هذه الجهه وهذه الجهه وهذه الجهه وهذاك هذاك القانون الجنائي ما يخرج مقاد ما يخرج معوق انت وزهرك يظهر اجهاض انا الاجهاض كنعتبره مساله بين الطبيب وهذيك السيده ما ندخليش دخلنا انا في اجهاض هي واش نعرف واش مريضه ولا ما مريضه منها من الطبيب ديالها إلا دار شي حاجة بينه وبين اللي خلقه دابا اللي عندي مشكل كيفاش نحول لأن كلشي متفقين الفقهاء والعلماء كلنا متفقين والملحدين والغير الملحدين على وصف أنا سمعت هذه الأيام كلهم اتفقوا على أن لدين حقيقة علمية لا يأتيها الباطل ولا من خلفها إيوا مزيان أجي نديروا الناس بلدين في المدرسة شي دري أجر أنت لدين قلبوا على باه يبقى المغربي غادي يتابعين 20 دري وانا مالني وين مالني قانون هذا ورفضوا هذه الملف باش ما يبقاش باش كل واحد يتحمل مسؤوليه تجاه ما يبقاش تطلع الاطفال في الزنقه خصنا نتعاملوا مع الامور
عندي اعتقد ما عرفت انت واش الاسبوع اللي جا الاسبوع الاخر عندي عندي مداخله اخرى قالوا لي كنت راحه ولا لا يحرم الله ما احل الله. هذيك الجمله بغيت ندير عليها عرض لان التفسير ديالها ديال الاخرين مرضانا. بارك عليك في الاجهاض ولا نزيد؟ بارك عليك. شوف غير واحد القضيه راه هذاك اللي كيتقن السباحه ولا ذاك الجالس على الشاطئ هو من يتقن السباحه واش يدير القانون الجنائي؟ راه كان يبقاو خدامين هو ساليناه حنا كوزاره ساليناه ولكن كل صباح كيخرج لنا شي عجب. دابا هذا الشيء اللي وقع لهذ الطفله اللي عندها 11 عام هاد السيده اللي عندها 11 عام وقع لها هاد رجعنا قلنا كيفاش؟ لان الاطفال لهم حقوق وليست عليهم واجبات. كيفاش؟ ستتنازل عن ماذا؟ ما هي ذمة واحد تتنازل؟ ما عندها لا ذمة، ثم 11 عام لا هي أغرته، أش بغا تغريك واحد عندها 11 عام؟ أنت غير جات بنية صغيرة أغرتك، يمكن تشوف وحدة كبيرة أش غادير تنتحر؟ لذلك قلنا غنرجعوا لهذا النص. واش نحيدوا منه ظروف التخفيف؟ واش نحيدوا من واش نحددوا النصوص مضبوطة؟ كل صباح كتوقع شي حاجة في المغرب كتدي لنا القانون الجنائي. خاصني نرجع للقانون الجنائي ياك ما كاينش شي مخرج ياك ما كاينش شي انزلاق ياك ما كاينش شي تحريف يوقع غدا. انا نعطيكم قضيه اخرى بسيطه وقعت لنا في المغرب وما انتبهوش لها النساء. الزواج القصير دير معركه فيها قداش صلاه باش نوقفها. انا كنقول البنيه مكانها هي المدرسه. انا اؤمن بان البنيه المكان ديالها هي المدرسه. وبناتنا متفوقات جاوا من المدرسه كينجحوا. وكان عندنا موضوع ديال انه نصحوا القانون باش نزيد واحد المده اخرى حول هذيك الاعتراف ب اعتراف بالزوجيه كلش هذاك العجب. جات محكمه النقد قالت لك بما اننا نحن في اطار الفقه المالكي فهو تلقائيا بلنص وهرسوا لنا هادشي كامل. انا بغيت نوقفوا هما عطاو هو فتحوا كاع كي غادي ماشي ننتحر. واحد عطاتني واحد المسؤوله كبيره في المجلس الاوروبي حكمين قالت لي بغيتك تعطيني رايي فيه. عطاتني مسؤوله في المجلس الاوروبي حكمين قالت لي بغيت رايك في هذ الحكمين قريتهم. قلت لهم احنا المغرب مازال مزيانين. فواحد الدوله صدر حكم من محكمه الاستئناف بالغاء تعويض عن امراه عن خطا طبي باعتبار انها امراه تجاوزت الخمسين وبناء عليه عندها اطفال ما غاديش تولد وما محتاجاش كاع باش تولد وبناء عليه نقصت التعويض من ما عرفت من 500 الف اورو ل 20 الف اورو ولا شي حاجه بحال هكا. وفي دوله اخرى في اوروبا نسا جات عوضت واحد الرجل بخطا طبي وطلعت له من 20 الف من 100 الف اورو الى مليون اورو. وقالت لك رغم انه كبير في العمر وصل الستينات الا انه ما زالت له القدره ان يقدم للمجتمع خدمات. الله اكبر. قريت دوك الاحكام وانا عيطت للمجلس الاوروبي كما عمرت تعطينا باقي النصائح غير عطونا اتساع. شاهدوا احكام هاد الاحكام راه النقد انا متبعهم شنو انا بغيتو نشرهم لكم في الصحافه نشرهم لكم باش تشوفوا هاد النقاش. وعندنا نقاشات عندنا نقاشات في هذا الموضوع هذا. تاكدوا بان القانون الجنائي راه ماشي راه مرهق وغنخرجوا وغندير أقصى ما يمكن من الشجاعة وفقا لما أملكه من سلطات. وإلا تغلبت سمحوا لي لا غلب الله. شكرا. الوقت هو 14 دقيقة و20 ثانية. كاين واحد السؤال يطرح وإن كنت مقيد في هذا بإدارة الزمن المبدع اللي دار زعما عرفتي كتسمي إن شاء الله في شي حوار مقبل. ولكن السؤال ديال الأغلبية يعني هذا الموضوع وهذا التذكر وهذا الرؤى انت نعم وزير مناضل فقيه اليوم ولكن في المنطقه وزير عدل وعندك اغلبيه عند التجمع وعند الاحرار وعند الاستقلال كاين نزوعات محافظه وتم التعبير عليها. كيفاش غتدبر هذا الموضوع بعدا وهو مشروع عاد من بعد تهضر مع المجتمع وعلى البرلمان؟ هذا القرار كيوقف في الحكومه. يلا جبتها بالخير. شوف انا نقول لك انا الوزراء بعض الوزراء تقول لي غير اسكت انت غير كتهضر كتنوض الصداع. تنقول لهم راه الا سكت غنموت والا سكت غنخون نفسي ونخون الناس اللي كيناقشوا معايا لا اللي صوتوا عليا ولا اللي صوتوا ضدي.
انا بغيت نذكر مع الناس، بغيت نقول افكاري بحريه، وبغيت نشوف ردود الفعل. القرار بحال هذا اللي هو قرار سيادي، سي المدير الجلسه، اللي هو قرار سيادي فيه بزاف ديال المتدخلين، وفي امور مرتبطه بالدين الاسلامي، والدين الاسلامي والدين كله مجال محتكر على جلالته، حتى هو عنده راي فيها. كلشي عندنا الراي الا جلاله الملك عنده توجيه. وهذا نقاش غادي يكون باش يوصل جلاله الملك، كتبقى تطلع والنقاش كاين، والنقاش كاين، والنقاش وغادي النقاش انت كتشد، النقاش كاين، النقاش كاين، كيبداو معاك المديرين بعدا اللي عندك في الوزاره باش غير يطلقوك، دايرين بحال شي شادينك ما كيطلقوكش، ودي الله يهديكم غير تلقوا لي لا 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 هذه لا وهذه. من بعد المديرين كتمشي لوزارات اخرين، من عمل الحكومه ومن بعد ثاني الحكومه، وانت غادي الا عندك الزهر تلاقيت مع شي واحد كيفهم راه كتناقش معاه، ما تلاقيت مع شي واحد ما تيفهم راه كيدي لك واحد الشهر شهرين انت كتشوف فيه وكتقول يا ربي متى يطلق نسرح. شكرا.